حول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة سعادة الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية. أهلا بك دكتور مصطفى في نشرة الثالثة، نشكرك على قبول الدعوة. ما هي أبرز جهود اللجنة البحرينية الوطنية لإغاثة الأشقاء في غزة خلال الأسبوعين الماضيين؟ مرحبا وشكرا على الاستضافة وشكرا على جهودكم الكبيرة في حملتنا في دعم أهالينا في غزة. بداية أود أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، الرئيس الفخري للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية على توجيهات جلالته الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين، والتي تعكس الموقف الثابت والواضح من لمملكة البحرين قيادة وحكومة وشعبا تجاه القضية الفلسطينية العادلة، والمحبة الكبيرة التي يكنها جلالة الملك للشعب الفلسطيني شقيق، وهذا امتداد عن الأجداد في دعم الأشقاء ودعم قضيتهم وتمنيات لهم بالسلام وبوطن حر وبالقدس الشرقية عاصمتهم. أود أيضا أتقدم بالشكر إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء على دعمه ودعم الوزارات المختلفة لغزة، وطبعا أشكر قائد العمل الإنساني سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة اللي بقيادته العمل تقوم المؤسسة بعمل كبير مو فقط في هالأزمة بس في مواقف كثيرة للبحرين، وخبرات إنسانية مقدرة من قبل العالم تجاه الشعب العزيز علينا. لازم أشكر أيضا زملائي في المؤسسة الملكية الأعمال الإنسانية لعملهم المتواصل ليل ونهار، وأشكر اللجنة الوطنية. الحمد لله في خلال حوالي أسبوعين قدرنا نجمع أكثر من 18 مليون دولار، وللأسلوب المميز اللي عن طريق المؤسسة تقوم بتنفيذ هالمشاريع أطمنكم إن راح نقوم بتنفيذ مشاريع مفيدة وكبيرة. أول ما بدنا قمنا بإرسال شحنتين كرمز سريع لتلبية نداء الأشقاء في توصيل المواد الطبية والغذائية، وعلى طول قمنا بتنسيق مع مصر الهلال الأحمر المصري لتوصيل شحنات متواصلة من المواد الغذائية والطبية، وأيضا قمنا بالتنسيق للخطوات القادمة للجنة. نعم دكتور مصطفى، يعني تابعنا يمكن خلال الفترة الماضية كما ذكرتم تم إرسال شحنتين عاجلتين تجاوز مجموعهما 80 طنا من مساعدات غذائية ودوائية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة. ماذا عن المشاريع المستقبلية فيما يتعلق بإعادة الإعمار في غزة والتي تشرف عليها هذه اللجنة؟ الحمد لله مثل ما قلت للمؤسسة الملكية خبرة عريقة في مجال العمل الإنساني، ومنذ الساعات الأولى حسب خبرتنا باتصال مع الجهات المعنية بدينا العمل. فتم الاجتماع مع اتحاد الهلال والصليب الأحمر الدولي، كما تم عقد اجتماع مع وزيرة التضامن الاجتماعي بمصر الدكتورة نيفين قباش، وقعنا معاهم اتفاقية موجبة
نفس المساعدات الطبية وغاثية إلى غزة عن طريق مصر، أول شيء لكسب الوقت، شيء ثاني توفير تكاليف الشحن. وأيضا كعادتنا في مثل هذه المواقف وحسب الاستراتيجية التي نعمل عليها، فقد تم التواصل مع الجهات الدولية المعنية مثل الوكالة المتعددة لإغاثة وتشغيل لاجئين فلسطينيين، أو منظمة الأمم المتحدة للاجئين على مستوى العالم، وناقشناهم على المشاريع التنموية اللي يحتاجون لها في القطاع بعد انتهاء الحرب قريبا إن شاء الله. ناقشنا بناء مستشفى ميداني، ومو فقط مع الخبراء في الخارج، طبعا مع وزارة الصحة في البحرين، مع الدكتور وليد المانع العضو الفعال في اللجنة الوطنية والكف، وأيضا مجمع سكن. على فكرة حال ما تكلمنا عن مجمع مستشفى ميداني، هناك عدد من المستشفيات اللي قالوا احنا مستعدين نعطيكم أجهزة طبية. طبعا هذا شيء مهم، إضافة إلى بناء المستشفى بأسلوب إبداعي. احنا عندنا خبرة كيف نقوم هالأشياء، مثل ما قمنا ببناء 4 مدارس في زعتري بتوجيه من سيدات الملك. بإمكاننا أيضا ننسق بحيث أن نساهم في البناء، بس أيضا الآن راح نروح لخطوة أكبر، إن هناك عدد مستشفيات اللي يعطونا الأجهزة الأساسية الضرورية لهم، بالإضافة إلى دعم المالي من بعضهم، فلهم جزيل الشكر. غير هاي دعم المواطنين البحرينيين، الكل وقف في فزعته مع نداء جاءة الملك. فإحنا نشتغل على مسارين، مثل ما قلت، أول المساعدة العاجلة، وبعدين الشحنات الإغاثية، المواد الطبية والأغذية، وبعدين نروح للمشاريع التنموية. نعم سعادة الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، عذرا عن المقاطعة لضيق الوقت، كنت معنا ضيفا كريما في نشرة الثالثة، شكرا جزيلا لك.